تفضل تفضل دير حويجك انت يا عمرو. السلام عليكم ورحمة الله الإخوان طيبين، مرحبا بكم في قناة وطول الرحيم، معكم أخوكم مصطفى وأخوكم عبد العزيز. شرفتينا سي عبد العزيز اليوم، شكرا جزيلا، شرفتينا بهذه السيارة والزيارة. الله يجزيك بخير، الله يحفظك. مشكور أنت كذلك مثال، وعندك واحد السمعة طيبة تبارك الله، وداكشي علاش جينا عندك من كازا. مساء الكل خير أسيدي، مساك كل خير والله يجيبك فيها التيسير. أمين أمين. أنت عندك سيارة ممتازة وأنت راجل نقي وراجل تاجر راجل عملي، يعني السيارة بصح الإخوان راه الأخر ديال 2020 شهر 12 ضرب 54000 السياره ديدونج ديالها كلشي في لاميزا. الله يعطيك الصحه، كلشي في لاميزا، كلشي في لاميزا، كلشي الحمد لله. وكنشكروك على السياره، دونك راه كاين الكارني ديالها اللي بغى يعرف المسائل ديال السيرفيس ديالها، راه كلشي كاين الحمد لله. كنشكروك، شكرا جزيلا، الله يحضر لك انت البركه ومحالك هذا ديال ديما. شكرا، الله يحفظك، مرحبا، تفضل وريهم الجوده ونوصلوك ان شاء الله للقطار. الله يحفظك الحبيب، الله يحفظك. ها عطيني يا عمره، شكرا. هذه طريق السلامه، الله يحفظكم. هالي سير خويا، الاخوان اللي بغاها مرحبا به. الا كاين شي فورد فيزيون، الطوموبيل راه العامره والجديده الاخوان، عجيباش غير البانوراميك ولا خدامه لك الحبيب، مرحبا بك. نبيع عليك ولا تبيع عليا بحال بحال، كلشي تلك الايام مداوله بين الناس، كل مره تكون حاجه شكل، فاهم حاجه هي المعامله. والسيارة راه ممتازة الإخوان، نحسبوا لها إن شاء الله ونعطيكم الثمن ديالها. ثمن إن شاء الله ثمن زوين بزاف كاع، يعني بصراحة الثمن اللي بغاها تيرو بريز مرحبا، نديروا لها 25 مليون الثمن ديالها إن شاء الله. دونك أنا نسهل على الخوت ديالي، فثمنها 25 اللي بغاها مرحبا بها الإخوان. الطوموبيل ضربة 50000 شهر 12 2020، كما سمعتوا الأستاذ شنو قال على السيارة ديالو. فمرحبا بجميع الاخوان الطيبين اللي عندهم سيارات ممتازه، فاللي بغى يشري سياره ولا سياره غيرها ان شاء الله، ها الارقام اللي اتصل بها ديال الفريق اللي مكلف بالبيع، هما هاد الارقام هادو، سي فتاح، سي نور الدين، سي حمزه، وسي عمران. مرحبا الله يرضى عليك. والعنوان هو هذا، واللي بغى يبيع لنا شي سياره يرسلنا في هاد النمره هادي واتساب، اللي بغى يبيع. دونك اللي بغى يشري يتصل بالاخوان باش ما تفوتكم السيارات اللي واللي بغى يتم ملقى السياره ديالو يتابونا معنا في اليوتيوب، راه هي الاولى كنحطوا فيها، واخا تكون مشغول وما كتفرش فخدم داك الجرس راه غتعلمك، وديك الساعه ادخل شوف الفيديو ان شاء الله نحطوا السياره المطلوبه. والمواقع الاخرى هي هذه، غير حنا كنسبقوا اليوتيوب بحكم يعني كتعلم الناس وكتصوني، دونك كتسهل علينا، الله يسهل عليكم.